ازيك يا عبد المنعم؟ ازيك يا نور؟ مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. اتفضل. أعلن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش قائمة المحترفين الذين سيتم استدعائهم للمشاركة في مواجهتي السنغال الفاصلتين من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022. وتستضيف مصر منتخب الكاميرون في 25 من مارس الجاري بالقاهرة. وكشف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن 9 أسماء في قائمة معسكر السنغال كلهم من اللاعبين المحترفين. ويأتي في مقدمة المحترفين الذين ضمهم كيروش النجم محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي. قائمة كيروش كشفت عن انضمام وجوه جديدة لم تظهر معه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون والتي خسر الفراعنة لقبها. كان كيروش قد أعرب عن ثقته في تجاوز منتخب مصر لعبة السنغال والوصول لكأس العالم 2022. عبد المنعم، هو في كذا غلطة كان المفروض تصلحها، انت صلحت شوية منهم بس كان في غلطتين تانيين. اوكي. مصر هتستضيف السنغال مش الكاميرون. اوكي، مصر هتستضيف السنغال. اوكي تمام. ظهر معانا دلوقتي على الشاشة صورتين، قدامك 30 ثانية بالظبط عشان تتكلم عنهم. الصورتين لحضرتين من اقدم الحضارات اللي موجودة. الحضارة المصرية بتمثل متمثلة في أهرامات الجيزة، واحدة من عجائب الدنيا السبع.